the one and only. Yo, what's up, bro? You're on board. Habibi, Joe. I'm listening. Miss you. مكسر الدنيا انت يا بوب. اكيد طبعا، مش انت اللي زقتني. بص يا جماعه، يوسف صبري علمني ازاي اكون مش مرتاح. يعني ايه؟ يوسف جاء بفكره خطيره طبعا وقلب الدنيا، وما زالت يعني بسبب اللي هو عمله، يعني عمل ترند قوي جدا وخلانا نبدا نصور في الجيمز وكده. It was a very good idea. يوسف جاء كان بيصور مع قاضي، وبعدين اتعرفت عليه هناك وكليكت على طول، زي ما انتم شايفين اسواق كده زي باين بتاع كنا عايشين بره والجو ده، فاوبسلي وي كونكتد بسرعه. وبعدين قلت له لازم نعمل حاجه مع بعض وبتاع، قال لي ويلكم. وبعدين قال لك مين الدبابه ده؟ قلت له ده شايب. قاضي قال له ده سموي كان بيمرني، شايب قال له سموي كان بيمرني. قلت له في شريف الشيوي، قال له ده سموي كان بيمرني. قال مين سموي؟ قال له ده، قال له اوه ده سام. امال ايه سموي؟ فقالوا له ده النيك نيم. من كتر ما النيك نيم عجبه، عشان الناس اللي بتسال بقى it was his choice. يوسف قال لي النيك نيم ده خطير، انت اصلا لازم تجو فايرال بسبب النيك نيم. قلت له بجد كنت فاكر اغيره. بعدين يوسف جالي قال لي انت هتصور معايا. قلت له بس انا مدرب، انت بتصور اونلي اثليتس يعني لعيبه بس. قال لي لا انت هتصور معايا. قلت له يا مان لا شويه، قلت انا مش عايز ابقى قدام كاميرا واتس نوت ماي ستايل بالظبط. قلت له مستحيل. قال لي صدقني وجرب. قلت له لا ام نوت كومفورتبل. قال لي ما هي دي مشكلتك، انت عايز تبقى مرتاح. لو عايز تنجح لازم تبقى مش مرتاح، تعمل حاجه بره الكومفورت زون. المهم صورنا، وبعدين لقيت كميه ناس بتكلمني حلقه جامده. قلت قشطه، اصحابي بيجاملوني. بعدين لقيت يوسف بيكلمني بيقول لي بروح احنا هنصور تاني. ما دام يوسف قال كده يبقى ديفينتلي ات ورك اوت. فدي كانت البدايه. وبعد كده على فكره يوسف جيب مي ا لوت اوف مور ادفايس، هبقول لكم عليه واحده نتكلم. يا ان اونستلي اول يعني الفيديو مش انا اللي بكرر والله سموه، يو نو احنا لما نزلنا فيديو مش يعني هي مش شغلتي انا اللي هقول لك انت كويس ولا لا، انا ماليش دعوه، صح؟ انا ما صدقتك الا لما انت قلت لي، عشان اكيد انت جالك فيدباك، فاهم؟ عشان بزنس. هو الفيدباك من الناس، على طول الناس عجبهم الموضوع، الناس عجبهم الشخصيه، عجبهم طريقه الشرح، عجبهم الستايل، عجبهم النولج. فهي الناس اللي قررت مش انا اللي قررت. بس برضو عايز اقول حاجه في الحاجات دي، يعني ممكن انت تبدا في حاجه سموي والناس واول فيديو ما يبقاش كويس، ده مش معناه ان انت تبطل، فاهم؟ طيب جرب ستايل تاني، جرب حاجه تانيه. لو انت مثلا جربت فنيش البودي بيلدينج وانت جسمك جسم فيزيك، طب ما تتكلمش في البودي بيلدينج، جرب في حاجه ثانيه، فالفكره ان الواحد يفضل يجرب في حاجات مختلفه ويعمل حاجات مختلفه لغايه لما يشوف ايه اللي كويس. انا هنا على فكره انا بكلمكم من الجراج، انا بتمرن في الجراج، اوريكم الجراج انا عامل اتصرف ازاي. دي عجله، في عجله ثانيه هنا بتمرن عليها، حطيت بتاع بوكسنج، وكنت امبارح بلعب بنش، بلعب كل حاجه الاسنان، بحط دي على حسب، ده كان بنش عالي فكنت بلعبه من تحت كده. ايوه بس كنت عايز اوريكم انا فين، يعني انا في الحته اللي انا بتمرن. رجعتني ذكريات الجراج يا مان. That's where we used to work on cars. اخويا كان into cars muscle cars، فكان عندنا دايما جراج تحت، كان عندنا equipment بقى، فاهم؟ دايما تسمع engine حاجات. Nice. Yeah. That's the main number thing. وحاجة تانية، سموي لقى حاجة اشتغلت، تمام؟ سموي لقى حاجة اشتغلت، لقى حاجة الناس انبسطت بيها، ما وقفش. الفكرة إن أنت لازم تبقى consistent. في ناس كتير جدا على فكرة تانية سموي جت على الشانل عندي، عملت حاجات أو بره الشانل عملنا حاجات مختلفة، وعملوا فيديو واحد لا ده جامد، بس ما نزلوش حاجه تانية، ما ديدنت بوش في الحاجه دي، خلاص هي فيديو واحد وخلاص. وفي مشكله تانية، في ناس كتير قوي تيجي يا جو انا عايز اعمل اليوتيوب شانل بتاعتي، وانا جربت وانا نزلت فيديو واحد بس ما عنديش غير 10 سبسكرايبر. طب يا عم انت نزلت كام فيديو؟ نزلت فيديو يا جو، بقالي شهر منزل فيديو، الموضوع مش شغال يا عم. فيديو انت محتاج تنزل على الاقل 52 فيديو عشان يبتدي يحصل شويه تراكشن. 52 فيديو، انت فاهم؟ دي نقطه مهمه جدا جو، فهمها لكم. انا جت معايا من اول مره، I was lucky، حلو. but بعدين قلت لجو اوكي I wanna keep going. قال لي انا مسافر وعم بيزي وبتاع، do your own channel. قلت له لا يا جو اخاف وما اعرفش، ما بفهمش في الاديتنج، ما بفهمش في التصوير، it's too risky man. oh my god it costs too much, I have to pay this much internet to this much camera, my equipment هتكلفني 20,000. قال لي ايوه ما انت فاكر ايه. فقال لي انت فاكر انا صورت مع كام واحد؟ قلت له كتير فشخ. قال لي طب ما كلهم قالوا لي هعمل يوتيوب شانل بتاعتي فين؟ فقلت له ما اعرفش. قال لي بالظبط اتس نوت ايزي، فاهم؟ انت بقى ار يو ويلينج تو جو ثرو ذات ولا لا، فاهم؟ والصراحه عارفين مش ساعات انا ببقى مين شويه كده، كلامي شويه حاد، جو كده، بس جو كلامه لما كان حاد معايا اتاتش مي، فاهم؟ قال لي يو كان دو ات، جو دو ات. قلت له بس. قال لي اوكي وبعدين يعني حل كل مشكله and then يعني just do it. قلت له طب I need to plan. قال لي no do it. عارف يا جو اكبر واحلى ادفايس في حياتي، انا دلوقتي كل حاجه اي كلاينت اي حاجه بقول له ابدا، ايوه بس طب كمان اسبوعين، بقول له حبيبي ابدا، هتلاقي حفره هتصلحها، هتهاير someone، هتلاقي مشكله ثانيه هتحلها، هتلاقي دخلك من هنا اتصلحت اتظبطت. انت عارف كل شهر انا بطور من الشركه بتاعتي، الفكره اللي بنطورها بقول لهم احنا ازاي كنا شغالين سنه من غير الفكره دي، احنا اغبياء للدرجه دي. فتخيل يعني كان بعد سنه اكتشفت حاجه تافهه حلت لي مشاكل كبيره جدا، فاهم؟ فجست ابدا، شوف مشروعك ايه، ابدا. عايز تعمل تيشيرتات، ابدا. عايز تعمل ايه، ابدا، وات ايفر، جست ستارت. بالظبط. المشكله في اغلبيه المشاكل الناس ما بتبداش لها سموه، عشان في كميه حاجات ايه ده، زي ما انت بتقول انا لازم اشتري كاميرا ولازم اديت ولازم مش عارف ايه ولازم افكار ولازم 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 طيب ماشي، حل مشكله واحده. اول مشكله ايه هي؟ محتاج حاجه تصور بيها، ماشي. انسى ان الصوت مش كويس، انسى كل حاجه، انسى الاديتنج هيبقى وحش، محتاج كاميرا تصور بيها. معاك تليفون يا عم، صور بالتليفون، اديك هتبدا، هتشوف، هتعمل شويه حاجات، بعد كده تشتري. انا بدات بالتليفون فعلا يا بعد كده بدات شويه، بعد كده عملت يعني نفس الحاجه، عندي نفس الحاجه في البيزنس سموي، نفس الحاجه في اي حاجه. يعني ابدا بحاجه واحده بس، ركز عليها، بعد ما تخلصها هتخش في حاجه ثانيه. كنت بتكلم امبارح، كان في كتاب قريته اسمه The One Thing، الحاجه الواحده. انا كل يوم سبت بعمل لايف مع ماما وبنتكلم. اوكي I watched it جامد. والكتاب ده بيتكلم على الحاجه واحده، ازاي تركز على حاجه واحده بس، ازاي كل يعني الناس بتفكر ان كل حاجه مهمه، لا كل حاجه مش مهمه. يعني مثلا انت اول حاجه ركزت فيها ايه يا سموي؟ ركزت ان انت تجيب كلاينت وتمرن ناس، ولا ركزت ان انت تعمل كونتنت، تنزل فيديوهات كتير؟ انا كنت انا بخسر بس. يوسف قال لي عايز تكسب تنجح، قلت له قال لي لوز ماني، بس انا فهمت هو عايز يقول لي ايه، فاهم؟ انفست، اصرف واتعب وما تدورش على تحت رجليك. انا قعدت اعمل الشانل فري لمده مثلا 6 مانثس، بدفع بس ما باخدش منها ولا حاجه، فاهم؟ وعلى فكره now the money I make out of YouTube does not pay my expenses، يعني ما بيدفعش تكلفه اليوتيوب. هو اي نعم ممكن يدخل لي income by getting new clients or whatever، اكيد I'm making money، اكيد I'm not losing money، بس I'm saying انه ما بصيتش تحت رجلي، فاهم؟ في قصه جو انت قلتها لي، بس انا ما اعرفش انت عايز تشارك في البابليك ولا لا، بس دي ادتني كميه موتيفيشن غريب. كان عندك كلاينت وهيز فيمس مش هنقول اسماء، وبعدين انت بعت له قال لك عايز ايه؟ قلت له انا عايز اشتغل عندك، قال لك نو اي دونت نيد سم ون، قلت له لا يو نيد مي. فبعدين ما سكتش على كده، يو اكشلي ديد him something and sent it. If you want to share it, أنا تقريبا like يعني I work with a lot of big. يعني إحنا شركتنا بتعمل إيه؟ الشركة بتاعتي أنا بدأتها برضو كنت لوحدي، بدأتها ب2 يا سموي. النهاردة الحمد لله إحنا 30 واحد، عندنا 30 موظف في الشركة، ولسه بنكبر، ولسه في حاجات كتير جدا بنكتشفها كل يوم. أيوة. بس مركز في مشاكل صغيرة. وبدات بحاجه واحده، انا لما الشركه بداتها بفيديو اديتنج بس، بمونتاج بس. دلوقتي احنا عندنا جرافيك ديزايننج، عندنا اركيتكتشر، عندنا رايتنج، عندنا سوشيال ميديا، بنعمل ويب ديفلوبمنت. وي هاف لايك وير ان سو ماني ديفرنت ثينجز. وان شاء الله الجول بتاعنا ان احنا نوصل لفوق ال 500 موظف في السنتين الجايين دول. كنت بشتغل ببلاش، كنت بروح لناس محتاجه شغل، انا بروح اشوف البروفايلز بتاعتها على الانستجرام وابعت لهم، اقول لهم بيسكلي حتى مش بقول لهم يسموه، كنت بعمل لهم الشغل وابعته لهم، اقول لهم محتاج تعمل كذا وكذا 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 وكذا، وادي الفيديوهات اللي انا عملتها لك. كنت اروح على اليوتيوب بتاعهم انزل الفيديوهات بتاعتهم ومنتجها وابعته لهم، اقول لهم بص انت لو عملت كده 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 الفولورز بتوعتك هتطلع، اللي مش عارف ايه هيطلع. وبس ما قلتلوش انت كذا اديني الافات الدولار، قلت له يا مان انا هشتغل معاك ببلاش لغايه لما تقتنع وان الموضوع شغال كويس، وبعد لما الموضوع شغال كويس اتفعل. ففعلا بدانا اشتغلنا ببلاش لمده مثلا اسبوعين، بعد كده ابتدينا ناخد ارقام يعني رمزيه على كل حاجه لمده بقى شهرين. بعد الشهرين دول ابتدينا بقى نشتغل يعني بروجكتس اكبر وحاجات اكبر، وابتدينا كده. بس كنت بشتغل 12 ساعه 16 ساعه في اليوم. لغايه النهارده انا بشتغل تقريبا 12 ساعه في اليوم. دي نقطه لسه بتكلم فيها امبارح، بقول لهم اوعى تفتكر انه كل ما تكبر وتعمل فلوس اكتر وتكبر في البيزنس هتشتغل اقل. انسى. انا بجد انا يا حرام ببقى قاعد مع ماي بيرنتس سام تايمز على البريكفاست، انا مش موجود. فاهم اشتغل دي يعني من انا بصحى من النوم على فكره لازم اكتبها واكتب كام بوليت بوينت قبل ما انام تاني جاست ان كيس نسيتها. فاهم برضه يعني 7 امبلويز ناو اند اي نيد تو هاير 4 مور. فانا فاهم قصدك. فاهم اوعى تفتكر ان انت لما تكبر وبعدين انسى تعمل اي حاجه لوحدك without a team. انسى انت مش كل حاجه، اصل انت مش اديتور، انت مش جرافيك ديزاينر، انت you wanna be special think. يعني المشكله انه at first بيبقى في خوف. you have so much to lose. I understand. انا فاهم انت لو invested انت كل اللي معاك 5000 جنيه محوشهم، لو حضرت بطوله مثلا وخسرت it's a big risk. لو بدات مشروع بيزنس عملت 100 تيشيرت وما طلعوش حلوين big risk لان رجعت للزيرو. انا بقى اعرف ناس بداوا بالنيجاتيف مليونز، يعني ستارت اب قعدوا يستلفوا وصلوا مليون نيجاتيف مليون قبل ما بداوا ينجحوا والناو ذا ورث مليونز. فهو من الاخر the more risk you take calculated risk be smart not just انا حارس اقول ان هعمل. لا انت شفت السوق، شفت الكومبيتيتورز، شفت البرودكت، عملت تيست صغير. ودي حاجه ثانيه بالنسبه للكومبيتيتورز يا سموي، حاجه مهمه نقولها برضو، ان الطريقه كويسه جدا ان انت تعرف ايه اللي انت تعمله. يعني في ناس كتير دلوقتي مثلا شايفه في يوتيوب شانلز كتير وناس بتعمل رياضه كتير ومش عارف ايه، يقول لك لا يا مان انا ايه فكره ان انا اعمل شانل؟ طب ما في ناس كتير جدا بتعمل. تمام؟ لا يا عم انا مش هعمل كميه ناس بتعمل ناس مختلفه. طيب ان في كومبيتيتورز دي حاجه كويسه. كومبيتيشن از جود. كومبيتيشن از جود واي؟ يعني وعباره كومبيتيشن ان في كومبيتيشن كتير، يعني في شغل كتير، يعني في سوق كتير، في سوق بالظبط، في سوق في اللي انت محتاجه. فاللي انت تعمله ايه؟ تروح تقرا كومنتس الناس ايه اللي عاجبها وايه اللي مش عاجبها في الشانل او في البروجرامز بتاعت سموي مثلا. تمام؟ انا هروح اشوف الناس ايه اللي عاجبها وايه اللي مش عاجبها على حاجه سموي. الحاجه الكويسه هقلد سموي، الحاجه اللي مش كويسه هبتدي اظبطها عشان ايه؟ اظبط البرودكت واكون احسن من سموي والبرودكت احسن من سموي وابدا اظبطها مش اتفاداها. دي نقطه ثانيه مهمه جدا. انت محتاج تاخد مشكله حد وتصلحها، فانت كده عملت حاجه جديده، طورت من حاجه. مش اتفادى الوحش بتاعه واعمل الحلو بس، ما انت كده عملت حاجه جديده برضه. انا مثلا لما بدات بالمونتاج بشركه المونتاج سموي، ايه اللي خلاني اكون مختلف عن الناس الثانيه؟ طب ما في شركات مونتاج بالهبل، لو فتحت في شركات مونتاج بالهبل، بس لعبت على ايه؟ لعبت على الوقت، ان انا بدي الفيديو في قد ايه وقت. انا كنت بدي الفيديو، انت تبعت لي الحاجه بعديها بكام مثلا نص ساعه يبقى الفيديو عندك جاهز ان انت تنزله، انت فاهم؟ فلما الناس ابتدوا شافوا ده قالوا ايه ده؟ مفيش احسن من الفيديو اديت. ليه؟ عشان ركزت على حاجه واحده بس هو نفس الشغل التاني بتاع الشركات التانيه اللي بتعمله. ما قلتش لا انا مش هعمل مونتاج، ده في حاجات تانيه. قلت لا انا هاخد حاجه اركز عليها ابقى احسن من اي حد فيها، اللي هي ايه؟ الموضوع الوقت، ان انا ببعت الشغل وقت قصير جدا. تمام؟ يور سبيشال دي انت مختلف في دي. انا واحد يا عم هديك اسرع من اي وقت تاني. وعلى فكره انا في ماي بزنس I would definitely work with someone like Yousef، عشان انا اصلا مشكلتي ان انا عايز انزل فيديوهات كتير، عندي ستوك كتير، بس الاديتنج بياخد وقت. ممكن اصور في ساعه بس اديت في نص يوم. بالظبط. الحاجه الثانيه يا سموي اللي عايز اتكلم فيها، الناس بحسها لو هم بيلعبوا في نفس الاندستري في حاجات مختلفه بيبقوا خايفين، مثلا ان انا ادخل سموي على الشانل عندي وسموي يتشير وسموه يعمل فلوس والكلاينت بتاعتي. احنا عايزين نحكي لكم قصه او قصص، صدقوني it's extremely important. وللاسف I don't want to say it، بس انا عارف ان انتوا الارقام الماديه بتسلكوا، فاهم؟ فلو انت القصه دي حاسسها مش مهمه، القصه دي خلت سموه from zero to more than 1 million في اقل من سنه. فانت حابب تسمع القصه، حابب تركز في الديتيلز، حابب تعرف ان انا قعدت اخسر 3 شهور ادفع من جيبي، وصلت نيجاتيف until I made it. لان انا بيجي لي اسئله بالهبل، سموي عايز اعمل شانل، عايز ابقى مدرب، عايز ابقى لاعب، عايز اوكي حبيبي you can be anything you want anything just stay consistent وdo it. اطلع بره الكومفورت زون هتنجح. هو ده اللي يوسف قاله. انا عارف ان انت مش عايز تصور بس انت ناجح فيها والناس عايزاك وفيدباك كويس. ها ايه بقى؟ عايز تفضل كومفورتبل في البيت مبسوط مستخبي بتتفرج على الناس بس، ولا عايز تشقى بجد وبعد الشقه ده تصرف، وبعد الصرف ده يمكن تنجح ويمكن لا. الناس thank you Joe. I actually want to take this opportunity to thank you، لانه زي ما الناس دي كلها وزي ما كلاينت وزي ما الفانز كل دول بي thank me for any info I give, it's the same thing. أنا thank Yousef for helping me. يعني bro, تاني like I really don't think I had a part to play in this. ما أعتقدش إن أنا يعني ممكن إن أنت جيت على الشانل عندي مثلا الموضوع ساعد شوية، بس I don't think that's the main reason. يعني أنا متأكد إن أنت لو يعني كنت بدأتها لوحدك ومن غيري، بس بدأتها بنفس النظام and you put as much effort you would have been as successful as now. تمام؟ ساعات الناس محتاجة push وكده and I'm more than happy to be there، بس it's really 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 كل شغلك أنت and your hard work. ما كانش ليها دعوة بان انت جيت على الشانل ولا اي حاجه، انت عشان اشتغلت جامد and you worked hard to it and you had a plan. والحاجه الثانيه يا سموي you dream big and you have big goals. تمام؟ ان انت يبقى عندك big goals ويبقى عندك ان انت يبقى عندك يعني عايز توصل لحاجه كبيره، مش حاجه وحشه. انا متاكد ان انت يعني you really want to build an empire. تمام؟ في ناس تقول لك لا يا عم ما تفكرش كبير، خليك على قدك، يعني انت ليه ما تبقاش في الجيم يبقى عندك 10 كلاينت يبقى تبقى انت مبسوط؟ لا، انا لما افكر مثلا لو انا مدرب او اي حاجه، انا عايز يبقى عندي 1,000,000 كلاينت في الشهر. تمام؟ انا عايز يبقى عندي كذا، انا عايز ابقى اكبر مدرب في العالم، انا عايز ابقى احسن مدرب في العالم. مفيش يعني there's no reason why. بالعكس ان انت you think big it's good، ان انت تفكر بطريقه كبيره وتبص اللي بعيد دي حاجه كويسه، بس لازم تركز وتبدأ صغير، بس يبقى عندك البيج فيجن قدام. تمام؟ ولو انت مركز عايز تعمل فلوس دلوقتي حالا، عايز حاجة دلوقتي حالا، عايز ريزلتس دلوقتي حالا، الموضوع ده غلط. لازم تاخد وقتك، مفيش حاجة بتحصل في يوم وليلة. بس هفهمك نقطة وجهة نظر جو زي ما هو قال لك I did everything، هو ما ساعدنيش في أي حاجة، أنا عملت كل حاجة. تمام زي الفل. طيب يوم ما رحت الجو وصورت معاه ويوسف شاف إنه I succeeded، ويوسف سمارت وشاف شخصيتي وشاف الكومنت وhe's been doing it for a while، هو بقاله فترة شغال في الموضوع، فهو عارف إنه هينجح لو عمله. هل هو لو مشي the good person هيعمل إيه؟ هيحاول يكونكت مي in a way، صح؟ هيقول لي بص يعني هي صعبه بتاع. يوسف didn't do that. يوسف قال لي برو روح اعمل يور شانل. قلت له لا انا هصور معاك انت، انا لويال بيرسون. قال لي مالهاش علاقه، هتصور معايا تمارين، صور انت كلام، اتكلم عن انفورميشن. The point is when I went to Yusuf for advice after I started he was still there he was always motivated. ممكن يوسف ما ساعدنيش بس صدقني هو ساعدني، ما بخلش عليا بحاجه واداني الموتيفيشن اللي محتاجه. في ناس ساعات all they need is motivation، كده ما حدش هيساعدك، ما حدش هيجي يمسك ايدك ويوديك ويشغلك، انسى. بس هيقول لك انت فعلا مكان، وانا كنت في المكان اللي انت كنت فيه وبقيت هنا، فلو انت عايز عاجبك مكاني امشي في الطريق ده، الطريق ده انا شايف ان انت هتعرف تمشي فيه، صعب شويه بس هتعرف جوه. انا مدرب، انا بعمل حاجه، انا بس بحط له الطريق، هو اللي يدرس، هو اللي بيتمرن، هو اللي بيدايت، هو اللي بيكتب نفسه. ولازم تبقى متحوط بناس كويسه، لازم تبقى متحوط بناس بتزقك لقدام مش بترجعك لورا. دي حاجه ثانيه مهمه، يعني you have a good team، you have ناس كلها your brother you know. الناس اللي حواليك كلهم عايزين برضو يتقدموا، لو انت مع ناس بيوديك لورا انت هترجع لورا. فساعات لازم تقطع ناس، لازم تقطع ناس من حياتك عشان انت تتقدم. تمام. وفي حاجه ثانيه زي ما انت قلت يا سموي، في ناس كتير مستنيه حد يمسك ايديه ويوصله لحاجه. يعني احنا عندنا بالذات في الكالتشر بتاعنا، لا اصل انا هشتغل مع ابويا في المحل، لا اصل انا خالي ماسك مش عارف ايه، لا اصل انا مش عارف. وانا كنت واقع في الفخ ده، خلي بالك انا كنت طول حياتي كنت عامل حسابي لا اصل انا جدي هيظبطني في كذا، اصل انا ابويا ماسك مش عارف ايه فانا هظبط. ولقيت نفسي بكبر وفاشل وما عنديش اي حاجه في دماغي، دماغي فاضيه. بعرف اعمل شويه بيزنس ومش عارف ايه وكده، تمام، بس دماغي فاضيه، دماغي ما فيهاش، مش بتفكر صح، ما بفكرش صح، انت فاهم؟ اي حاجه عايز الاقي الطريق السهل اللي اخلص بيه بسرعه، فاهم؟ ما كنتش بفكر صح. بس لما ابتديت اشتغل في حاجات انا ما بحبهاش واضطر غصب عني انزل اشتغل مع ابويا او انزل اشتغل في شركه مش عارف مين عشان يعرف خالي وكده، لقيت ان انا بكره حياتي وان انا فاهم مكتئب. 85% من الناس اللي بتشتغل شغل بتكره شغلها عشان بتشتغل في حاجه ما بتحبهاش. طيب لو عايز تشتغل في حاجه انت بتحبها ممكن تبدا بزنس بنفسك، بالذات في العالم اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، عالم كله اونلاين، اي كوميرس، ويب سايت اونلاين، تعمل يوتيوب شانل، تبني البراند بتاعتك، البيرسونال براند بتاعتك. لازم تدي فاليو للناس، تمام؟ يعني حاجه سهله جدا، اي حد عايز يبدا اي حاجه النهارده في اي حاجه، اي بزنس، في اي بزنس عايز تبدا، اي حاجه، تبدا بزنس اكل، عايز تبدا بزنس ميه، عايز تبدا اي حاجه، ادي فاليو للناس ازاي يستفيدوا، خلي الناس تستفيد بحاجه. سموي لما ابتدى يدي للناس ازاي تستفيد في الرياضه، فلما ابتدى يخلي الناس تستفيد الناس ابتدت تثق في سموي. بعد ما الناس ابتدت تثق في سموي الناس ابتدت تيجي لسموي تقول طب ما تمرني وهدفع لك، طب مش عارف ايه وكذا. بس هو الموضوع بيمشي كده، العالم بيمشي كده دلوقتي، والشركات الكبيره جدا 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 ابتدت تقفل وتعمل بانكروب عشان في شركات صغيره من ناس صغيره زينا احنا وزي سموي ابتدوا يعملوا بيرسونال براندز، وان انت كل يوم وبتثق فيهم فخلاص انت عرفت ان انت ممكن تثق فيه وتشتغل معاه. اي حد عندك بزنس دلوقتي يرسم السوشيال ميديا، انت قاعد في البيت ابتدي اعمل نظام، ابتدي خلي الناس تستفيد باللي انت عايز تعمله. وفي ويب سايت زي شوبيفاي، امازون، ممكن تعمل اون اي كوميرس ويب سايت بتاعتك، ممكن تدي كورسات اونلاين، في 60 حاجه ممكن تعملها دلوقتي. تمام؟ لازم تاخد الاوبورتيونيتي ان انت قاعد في البيت دلوقتي، ان احنا قاعدين في البيت، بدي طريقه ان حاجه انت ممكن تبدا بيها ايه، حاجه جديده. انت مش متخيل الكورونا دي هي وقعتني فاينانشالي جامد for two reasons. واحد no one wants to pay او يبدا اونلاين، خايف مش عارف، مستني الجيم يفتح ما يعرفش حرام الجيم مش هيفتح. ثاني واحده الاوريدي اونلاين قال لك فريز، طب معلش لحد ما الجيم يفتح. ده كان لما كان بري ما كانوش مستوعبين الجيم مش هيفتح، بس ناوت باتر عامه بتكلم على 3 ويكس. ال 3 ويكس دول الهدنه اللي خدتها انت مش متخيل. انا حريم يعني بنيت الشركه بتاعتي من اول وجديد فروم كلها كل واحد شغال عندي هيبقى تحته واحد شغال عندي، فاهم؟ وطبعا مش عندي شغال معايا انا، كل الناس اللي معايا شغاله بيرسنت، لان احنا كلنا وان تيم. وان تيم زي احنا، مش انا بس بني ادم بس، مش هعرف اوصل لكم ولا اعمل اي حاجه من غير ماي تيم، فاهم؟ طبعا دي نقطه ثانيه، لازم يبقى في معاك حد، لازم تشاركوا بعض، لازم تهتموا، يعني حاولوا دايما يعني take the risk together، فاهم؟ وما تعتمدش عليه، بالعكس do better than him، فهو يشوفك انت شغال كويس قوي سابقه فعايز يثبت نفسه، مش ارمل شغل عليه واتذاكى. اتذاكى في النجاح بدل ما تتذاكى ازاي تهرب من الشغل، فاهم؟ بالظبط. وبلاش طمع، بلاش طمع. الناس متخيله، يعني الناس متخيله دلوقتي مثلا هندي برضه اكزامبل الترينر. طيب انا هبدا ان انا ابقى ترينر لوحدي عشان اخد كميه الكلاينتس اللي انا عايزها، عشان انا عايز اخد الفلوس كلها. طب يا عم انت لو جبت مثلا، لو انت مثلا ترينر موضوع عضلات، تمام؟ انت بتقول لي تعمل ايه تمارين للعضل بتاعك، وجبت حد تاني يشتغل عن النيوتريشن ان هو يعمل نيوتريشن بلانز ومش عارف ايه. دلوقتي انت بقى عندك وقت اكتر ان انت تروح تجيب كلاينتس اكتر عشان تعمل فلوس اكتر، صح ولا غلط؟ بس فكرت ان انت لو شغال لوحدك هتاخد الفلوس كلها، لا بالعكس، انت لما تبقى معاك تيم هتعمل فلوس اكتر عشان هتروح تجيب كلاينتس اكتر، وهتخلي الناس التانية تعمل حاجات تانية بتفضي نفسك عشان تعمل فلوس. تمام؟ يعني دايما البيزنس don't exchange your time، ما تغيرش وقتك لفلوس. والفلوس يوسف بيقول لكم كده عشان انا كنت شغال في امريكا وانا فاهم هو بيقول لك ايه. امريكا you get paid per hour، انا كنت باخد $40 to $100 per hour just 1 hour. فهو بيقول لك احسب انا مثلا كل كلاينت، بس طبعا now it's my business فاي put more hours less money، فاهم؟ لانه my business my name سامسونج، فانا بصرف عليه من جيبي عادي، بتعب عليه، بشتغل working hours، فاهم؟ والناس اللي معايا نفس الكلام، فاهم؟ عشان كل ما هننجح بننجح مع بعض، فاهم؟ في نقطه كنت عايز اقولها، دور على حاجه بتحبها بعدين جو all out عشان ما تزهقش قدام. انا ضيعت 5 سنين من عمري بسمع كلام اهلي وناس اللي هو ايه، يا مان انت في جامعه مش عارف ايه من امريكا، وجامعه اقوى جامعه فين، وبزنس فاينانس، وانت في البورصه بس انا بحب الجيم. يا عم دي لعبه بوابين، بودي جاردات، ماما انت مش فاهم حاجه، بابا انت مش فاهم، لا مش بودي جارد، في فتنس ورياضه وكده وصحي، ايوه بس انت يورتوبينج ومش عارف ايه. وبعدين لما قلت لهم I'm on my own، مع السلامه خلاص محدش له دعوه بيا، I'm out. وماي داد تقاعد so my dad was out، خلاص رجع، ما فيش قدامي غير سكسس، عندي طريق واحد هو النجاح، خلاص انا لوحدي ما فيش حد يساعدني، انسى. That's when you will really work. فلو انت فعلا عايز حاجه قوي مش لازم توصل زيرو نيجاتيف عشان تقوم، ابدأ دلوقتي. وبعدين في نقطة تانية، كده في حياتك هيجيلك فرصة. Are you ready for that chance؟ بمعنى يوسف قاعد يزن على واحد عشان يديله chance، طب لما اداله chance was he ready؟ 100%.